سلام الله عليكم أحبابي، تحية طيبة مجددة لكم في حلقة جديدة. سنتعلم في هذا الدرس رسم الجبال والأشجار والشلال في المنظر الطبيعي بطريقة احترافية وبخطوات سهلة، فلذلك ركزوا معايا في كل خطوة من هذه الخطوات. فقبل ما نبدأ المرجو أحبابي اشتراك في القناة والضغط على زر لايك والبارتاج بين أحبابكم وأصدقائكم، وشدوا معي الرحال وتابعوا معي. البداية غادي نجيب اللون الأسود والأبيض والأخضر والأزرق والبنفسجي، درتهم خليط. لاحظوا درجة اللون، فرشاة عريضة شيئا ما يعني متوسطة، غنحاول ما أمكن ندير طلاء ديال السماء. ضربات الفرشاة بطريقة عادية أفقيا وبطريقة مائلة أحيانا كيف ما هاد الحال اللي كتشوفوا فيها الآن. نحاول ما نعممش اللون، غنديرو على المساحة العلوية أو أعلى اللوحة ديالي، ثم نجيب فرشاة أخرى ونبللها بالماء وندمج المساحة اللي بقات باش نخلي واحد المساحة بيضاء غتبين لي تدرج لوني على مستوى خط الأفق فوق الجبال مباشرة. ثم نجيب نفس الطبقة ديال اللون نضيف عليها البنفسجي، ولاحظوا طبقة اللون اللي غتعطيني باش نبدا الرسم في الجبال. فرشاة الأنجولو نحدد الجبال بكل سهولة. لاحظوا درجة اللون ولاحظوا طريقة التأطير، يعني مباشرة كنبدا في الطلاء ديالي بدون تأطير كما ترون. نحاول نحدد المساحة ديال الجبال ثم نملأ اللون، ولاحظوا الشكل ديال الجبال اللي درت على مستوى خط الأفق. الآن نبدأ ندمج في أسفل الجبل. لاحظوا طريقة الإدماج ديال اللون مع الخلفية تحت بيضاء باش نخلي واحد المساحة لون باهت كما ترون، ونبدأ نحدد بالسكين الأماكن والمساحة اللي غندير فيها الثلوج بالقراطوار والسكين ديالي بنفس السكين اللي كنخطط بها الآن. غادي نباشر عملية الثلوج والإضاءة كيف ما غتشوفوا، نحدد الأماكن. لاحظوا السكين والقراطوار واللون الأبيض الأكريليك العجين اللي غيساعدني في صنع الموتيف ورسم الموتيف. لاحظوا العملية اللي كنبدا نباشر الآن باش رسم الثلوج. لاحظوا الجرات ديال القراطوار وطريقة الجرات ديال السكين اللي كتحدد لي الموتيف. لاحظوا بطريقة سلسة الكمية ديال الصباغة اللي شفتوا الآن هي اللي كتعطيني مثل هذا الموتيف، ما نزيدش وما نقص، كمية بالقياس كيف ما شفتوا، لأن النسبة والكمية ديال الصباغة اللي غتعطيني الموتيف خاصها تكون على قد الجرات ديال القراطوار. لاحظوا العملية ديال مباشرة الثلوج، كيفية نشر الثلوج في الجبال. لاحظوا القراطوار والطريقة ديال الجر والكمية ديال الصباغة. لاحظوا دائما كنحاول مع الجرة ديال القراطوار نحدد الموتيف ونحدد هاد الأشكال اللي كتشوفوا فيها وهاد التضاريس ديال الثلوج. كيف ما شفتوا راني حددت الخطوط اللي غادي تمشي فيها اللون الأبيض، ودائما مع الجرات ديال القراطوار وطريقة الجرات كنحاول نحدد الموتيف ديالي وتبان الثلوج ويبان الشكل ديال الثلوج. وعلى أقصى اليمين دائما كنخلي النسبة ديال الظل على الجهة اليسرى باش نباشر العملية ديال لون الانعكاس اللي غتشوفوا كيفاش غندمجوا من بعد. لذلك كنهيئ دائما الجهة اليمنى باللون الأبيض لأنه لون ثلوج، ومن بعد غتكون العملية ديال الانعكاس اللي غيتدمج فيها لون آخر. لاحظوا العملية ديال استرسال في إدماج اللون الأبيض في الجبال وكيفاش كنربط ما بين الخطوط ديال اللون الأبيض والجرات دائما. الآن غنجيب اللون الأزرق مركز لوني يعني لاتانت، نديرو مع الصباغة البيضاء عجين وندمج بالقراطوار، نزيد النسبة ديال اللون. لاحظوا الدرجة ونحاول
الآن نبدأ في الإضاءة والانعكاس على الجهة اليسرى. لاحظوا العملية ديال جر الفرشاة كدائما نفس العملية حتى في اللون الأزرق، ولكن هذه المرة كنحاول باحتياط لأن الجهة اليسرى صعبة في توزيع اللون. ولاحظوا طريقة جر الفرشاة وكيفاش كنوزع اللون الأزرق باش يبقى متدرج في هذه المساحة ويبين لي الانعكاس ديال اللون على الجهة اليسرى، وتبقى النسبة ديال اللون الظل داخل ظاهرة وبين كبقع صغيرة باش يبان الانسجام ما بين اللون ديال الانعكاس الضوئي ولون العمق. كندخل اللون بطرف السكين او الجراتوار، الطرف الصغير من رأس السكين نحاول نضرب به باش يدخل لي في الزوايا الضيقة كيف ما شفتو بضربات خفيفة. نكمل ما تبقى. الآن نجيب العملية ديال الإدماج لتحت باللون الأزرق اللي جهزت واللون الأصلي اللي في عمق الجبل، ونضرب بالفرشاة بطبيعة الحال راني بللتها بالماء باش تبقى الصباغة لينة شيئا ما، ونديرها على الجهة اليمنى والجهة اليسرى وندمج في عملية طويلة كيف ما كتشوفوا باش يدوب اللون في اللون. نجيب اللون فوق الأبيض ونحاول ندمجه مع المساحة ديال اللون اللي درت باش تبان واحد الضبابية وتبان الجبال متداخلة وعندها واحد ظل وضوء على هاد المساحة. لاحظوا كيفاش كنجر اللون الأبيض نحو اللون الآخر اللي هو مستمد من لون عمق الجبال. الآن اللون الأخضر والأسود، لاحظوا درجة اللون، قويت اللون الأسود هنا لأن الأشجار ديال الصنوبر اللي غنبدا نرسم بها الآن بفرشاة المروحة غتكون قوية ولها ظل قوي. لاحظوا الدرجة ديال اللون، غندير هاد المساحة كلها أشجار الصنوبر. وركزوا على طريقة الضربات عمودية، كنحاول دائما الخطوط اللي كنجيب ديال رؤوس أشجار الصنوبر تكون متفاوتة في المساحة الفوق. ندير أشجار طويلة أشجار قصيرة، غادي نبني واحد الخط مائل نحو الأسفل في شكل نصف دائرة غير بط ما بين زوايا اللوحة باش يعني نملأ هاد المساحة كلها أشجار الصنوبر. لاحظوا بفرشاة المروحة منين جبت الآن الأشجار ديال الصنوبر من أعلى اللوحة على الجهة اليمنى ونتم جاي في خط تنازلي من الفوق إلى التحت ومائل شيئا ما، وغيمشي أفقي على هاد الزاوية من هنا إلى أن تلتقي الأشجار. لاحظوا باش نحاول دائما نحصر الجبل ويبان العمق ديال الجبل وسط المنظر الطبيعي كيف ما غتشوفوا وسط الشلال. هاد الأشجار غادا تحاول ما أمكن تغطي لي المساحة ديال الجبل، وحتى الوضعية بالنسبة للأبعاد في الجبل كتبان رائعة وجميلة وموافقة لمنظر الأشجار. ما تبقى من اللون غنحاول ندير الطلاء بفرشاة الأنجولو، وفي نفس الوقت راه غنحدد العناصر الأخرى اللي غادي نبدأ نلون ورسم اللي غتكون عبارة عن صخور وشلال. نفس اللون كنحاول ندير الطلاء ديالو، هذا اللون الأسود والأحمر ترابي غادي ندمجهم. بطبيعة الحال اللون الأسود ضفت ليه شيء من البنفسجي خفيف ندمج بيناتهم وندير واحد المساحة ديال الصخور هنا كيف ما شفتوا. لاحظوا درجة اللون بني غامق، بني يميل إلى الأسود، وممكن نفتحه ولكن في هذه الزاوية ما يمكنش لي أنا لأنني غمقت الألوان ديال الأشجار. لون الأشجار درته لون غامق يميل إلى الأسود، بالتالي غتكون حتى ألوان الصخور ألوان العمق ديال الصخور غتكون قوية بهذه الدرجة كيف ما كتشوفوا. خليت مساحة ديال البحيرة لتحت والشلال كيف ما شفتوا. نجيب اللون اللي درت به الجبال في العمق
وندير فيه هذا اللون البني اللي شفتو الان. ضروري خصني ناخذ ونستنبط الالوان من المنظر باش يكون تناغم لوني وانسجام لوني كما ألفتم احبابي في فيديوهاتي وفي دروسي، لانها الطريقه سهله وما غاداش تبعتر لكم الفكره ديال رسم المنظر الطبيعي. دائما الالوان نستنبطها من المنظر ومن الادماج ديال الالوان ديالي اللي في التركيبه ديال المنظر كما رايتم وكما ترون. الان غنبدا في التفاصيل ديال الاشجار. كيف ما شفتوا بالنسبه للجبال راني كملتها في خطوات جميله وسهله تليق باحبابي المبتدئين. الان غندمج اللون الازرق والاصفر، لاحظوا درجه اللون، ونبدا نضرب بضربات عموديه دائما على خطوط اشجار الصنوبر. كنحاول نضرب الخطوط ونخلي مساحه ديال لون الظل بضربات عموديه من الفوق، ونحترم الموتيف يعني الشكل الفوق اللي كتشوفوا به رؤوس اشجار الصنوبر، نحترم ونخلي واحد المساحه منه، نخرج الالوان الخضراء باش تبان وتظهر دائما. لاحظوا العمليه ديال الضربات، كندير دائما ضربات عموديه بفرشاه المروحه الجميله. نحاول نبدل حتى الشكل ديال فرشاه المروحه باش تكون واحد الكوكتيل متنوع ديال اشكال اشجار ديال الصنوبر. وغنمشي دائما على مستوى الخط اللي بنيت في الاول. لاحظوا الضربات وعمليه الضربات. الان نضيف اللون الازرق مركز باش نحاول ننوع من اللون ويكون تنوع لوني هنا، ونغني هذه المساحه ديال اللون الاخضر في اشجار الصنوبر. لاحظوا الطريقه والعمليه ديال تلوين ديال اشجار الصنوبر. هذه العمليه الافقيه اللي كندير، كنحاول ما امكن نضرب ضربات الاوراق ديال اشجار الصنوبر باش حتى الشكل ديال الاشجار ما يكونش شكل واحد. نحاول نبدل، ندير اشجار الصنوبر ظاهره باوراقها ثم اشجار الصنوبر بعيده طويله. ولا لاحظتوا اللون هنا اللون الاخضر تبدل، ضروري غنحاول نبدل اللون باش ندير تنوع لوني ويكونوا انعكاسات ضوئيه من المنظر. فرشاه مروحه صغيره، نحاول ندير خطوط دقيقه عموديه نهود بها لتحت، نحاول ندير ظلال وانعكاسات ضوئيه لتحت باش ما تبانش الفوق فقط، يكون حتى الانعكاس الضوئي ديال اوراق الاشجار ديال الصنوبر يكون لتحت، وتبقى المساحه المظلمه لها حقها في هذه المساحه ديال الاشجار. لاحظوا هذه الفرشات دقيقه مسننه كتعطي خطوط دقيقة جدا افقيا وعموديا. لاحظوا كندير الاوراق ونضرب بخطوط عمودية كيف ما شفتوا من الفوق باش نغير حتى الشكل ديال اشجار الصنوبر، تبان اشجار لها اوراق واشجار عمودية كما ترون بضربات متنوعة. نحاول دائما نغني المساحة ديال اشجار الصنوبر بشكل الضربات وبالتنويع حتى في اللون كيف ما كتشوفوا. الان اللون الاخضر درجه اخرى، ممكن لكم تختاروا الدرجه اللي بغيتوا في اللون الاخضر هنا، لانني ما بقيتش بدرجه اللون الاخضر كما ترون. عندي هنا لون عمق ممكن تستعمل حتى الدرجه اللي في اشجار الصنوبر. هنا غيرت الدرجه لانني احتاج الى مثل هذا اللون اللي غادي يتناغم لي مع الوان اشجار الصنوبر. ولا لاحظتوا راه تقريبا نفس الدرجه، الا انني غيرت باضافه المركز اللوني الازرق. فرشاه الانجولو اللي كتعطيني ضربات ديال الحشائش والمروج الصغيره، لاحظوا المساحه اللي كندير فيها المروج والحشائش بضربات متكرره. نعاود باش نغني اللون، دائما نكرر باش نغني اللون. الان اللون البني اللي درت في الصخور
مع اللون الابيض. لاحظوا درجه اللون، دمجت فيها اللون البنفسجي والاحمر والاسود. الان غندمجها مع اللون الابيض، غنختار درجه، ممكن لكم تختاروا اي درجه كما اقول، لانني لا اريد ان اقيدكم بدرجه من الالوان باش تاخذوا حريتكم في الرسم. لاحظوا الدرجه اللي درت هنا، وممكن ندير لون غامق، ممكن ندير بني غامق، يعني اقوى من هذه الدرجه اللي شفتوا احبابي. لاحظوا كيفاش بالسكين المثلثه الجميله كندير الموتيف ديال الصخور، جرات مسطحه، ونحاول دائما ندمج اللون البني القوي بنكهه الاسود مع الابيض. لاحظوا راه كنغير الدرجه، لاحظوا هنا غيرت الدرجه بالنسبه للصخره باش يكون تنوع، لانني في الاخير غادي ندير اضاءه ونمشي نسترسل في رسم الصخور على الجهه اليسرى بطريقه هرميه كيف ما كتشوفوا. الصخره الاولى كبيره، الثانيه اصغر، الثالثه اصغر، وهكذا، لان الشكل هرمي على قاعدة خط الأفق ونقطة الأفق. نمشي كذلك الجهة اليمنى بنفس الطريقة، كنحاول ندمج اللون ونجر جرات، نحاول نلعب بالفرشات، ما نمشيش في اتجاه واحد كيف ما كتشوفوا، نحاول نغير من الضربات ومن الاتجاه ديال السكين كما ترون، باش نعطي للشكل ديال الصخور واحد الزوايا ببعد ثلاثي وشكل واقعي يحترم ابعاد هذه الوضعيه اللي درت انا. غنضيف اللون الابيض مره اخرى ونعطي اضاءه في الجهه العلويه من الصخور، وكيف ما كتشوفوا مع رسم لون الظل راه كتبان لكم الوان الظل ديال الصخور فين كاينه وفين كاينين الحدود ديالها. لاحظوا بالسكين كنبدا نحدد الان المساحه اللي غنرسم فيها الصخور. لاحظوا الضربات وطريقه وضع اللون، لاحظوا التوزيع ديالو كيفاش كنحط. هاد العمليه راها سهله احبابي، ممكن لكم ديروها بكل سهوله، ليست بالصعبه كما اقول دائما، يكفي انكم تحاولوا تجربوا وتعاودوا التجربه، غتوجدوا نفوسكم تتقنون مثل هذه الضربات. الان غنحاول نمشي الى درجه اللون الابيض مع الحفاظ على اللون البني الاول، ونبدا في اضاءه الصخور من الفوق بنفس العمليه وبنفس الطريقه وبنفس الاله اللي هي السكين. نحاول نعطي الاضاءه من الفوق باش يبان اللون الابيض مضيء، نخلي المساحه لتحت بنفس اللون وبنفس الطبقه لساعات فقط ديال اللون الابيض اللي غيحدد لي لون الاضاءه في هذه الكتله ديال الصخور وهاد السلسله ديال الصخور. نمشي الان للشلال ديالي، نجيب اللون الابيض واللون الازرق مركز لوني. لاحظوا الدرجه بفرشاه المروحه، نبدا الان ندير في الطبقه الاولى ديال لون الشلال بجرات من الفوق الى التحت. لاحظوا العمليه ديال انسياب فرشاه المروحه، هاد الفرشاه اللي كتساعدني في مثل الضربات دائما كما اقول. جرات افقيه نحدد فيها المساحه اللي غيشد لي اللون الازرق في الشلال، والموتيف ديال المياه وطريقه انسياب المياه في الشلال. نحاول دائما نعمم هاد اللون، نجيب الان اللون الابيض بنفس الفرشاه اي فرشاه المروحه، ونبدا الان نحدد في الاضاءه ديال الشلال ديالي بضربات خفيفه. بطبيعه الحال كنخلي اللون ظاهر، اللون الازرق لتحت الظاهر، ونحاول نغطيه ونعطيه اللون من الفوق، اللون الابيض باش يتناغم مع اللون تحت ويعطيني انعكاس وتبان يعني العمليه ديال وضع اللون الابيض كانها مياه منسابة وشلال جميل. لاحظوا الضربات ديال تطاير المياه بزوايا الفرشاة، لأنها فرشاة المروحة
دقيقة في تحديد هاد الشظايا والتطاير المياه بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب الجميل السهل، ثم بنفس الطريقة ديال الجر غادي ندير خطوط متموجة بيضاء غتعطي الإضاءة لألوان البحيرة لتحت مع الشلال. لاحظوا راني ما كترش من اللون. الآن غادي نحاول نختم المنظر الطبيعي ديالي بضربات خطوط عمودية بفرشاة المروحة وباللون الأخضر درجة قوية اللي عطيته اللون الأزرق. نبدأ نغني في المساحة المظلمة لتحت بهاد الضربات ونخلي دائما اللون الأسود الغامق ظاهر وبين باش تبان الأشجار ويبان حتى العمق ديال الظل ألوان الظل، ونحدد ما تبقى من الحشائش والخضرة في هاد الشلال الجميل الرائع، ونختم بضربات خفيفة في الأخير. وهكذا نكون انتهيت بهاد الضربات. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هاد الحلقة، دازت الحلقة خفيفة الظل عليكم. ما تنسوش دائما أذكر اشتراك في القناة والضغط على زر لايك والبارتاج بين أحبابكم وأصدقائكم. كنتمنى لكم أوقات سعيدة. أخوكم في الله مصدق شعيب صاحب قناة مصدق رسم، والسلام عليكم.